خلونا نذهب إلى قصة أخرى قد تبدو قديمة إلا أنها سوف تحمل الطزاجة دائما، لأنها ممتلئة الحقيقة بالكثير من التفاصيل شديدة الأهمية. عشان تعرفوا، مصر اتحكمت في فترة من الفترات المظلمة في سنة 2012 لحد يوم 30/6/2013 على يد هذه الجماعة والتنظيم الإرهابي الأحط في تاريخ البشرية، لأنه فعلا تنظيم منحط. وفكرة تنظيم منحط ده مش معناها أنه كل الناس منحطين، احنا بنتكلم على قيادات هذا التنظيم. هناك الكثيرين ممن غرر بهم ودخلوا في هذا التنظيم وظنوا أن هذا التنظيم يبحث عن قضية وطنية. ده حقيقة، عشان نتكلم بقى في إنصاف، يعني تتكلم على قيادات صف أول وتاني وتالت وبعض القيادات الأقل هامشية إذا صح، أو الأكثر هامشية إذا صح التعبير، ممكن تبقى بهذا الانحطاط. وفي ناس جوه التنظيم داخلة فعلا معتقدة أن هذا نصرة للقضية الوطنية ونصرة لله ورسوله. المهم، التنظيم المنحط اللي حكم مصر كان ليه قضية النهاردة منظرة أو بتنظر أمام محكمة جنايات القاهرة، وتم فض الأحراز في هذه القضية اللي هي إعادة محاكمة خائب الرجاء المعزول محمد مرسي و23 متهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بيتقدمهم المرشد السابق للجماعة، أو إذا كان هو المرشد الحالي وإن كنت أشك، محمد بديع. وقضية التخابر مع منظمات أجنبية. الأحراز ضمت وثيقة بتثبت تجنيد المخابرات الأمريكية لمحمد مرسي سنة 1986 وقت ما راح جامعة جنوب كاليفورنيا إن كنتم تتذكروا. واستكملت المحكمة فض الأحراز، وفضت الوثيقة المرقمة أو المسلسلة برقم 15 معنونة المخابرات المركزية الأمريكية الكربون الأسود، بتحمل عنوان آخر: العميل محمد مرسي، المكان الولايات المتحدة الأمريكية، الزمان 1986، الهدف اغتيال الدكتور مهندس عبد القادر حلمي. فاكرين الاسم ولا مش فاكرين؟ عبد القادر حلمي اللي خد تقريبا حوالي 20 سنة سجن بسبب محمد مرسي في العملية التي أطلق عليها الكربون الأسود. جاء في الوثيقة: العالم عبد القادر حلمي دكتور مهندس مصري، كان يعمل في شركة دفاعية بولاية كاليفورنيا. قام عبد القادر حلمي بتنفيذ عملية نوعية تمثلت في شحنة بلغت حوالي 450 رطل من مادة الكربون الأسود، يعني تقريبا حوالي 225 كيلو جرام، إلى مصر. في هذا التوقيت كان محمد مرسي يحاول خلق صداقة، أو خلق صداقة بالفعل، أو تقارب ما بينه وما بين العالم المصري الدكتور عبد القادر حلمي، وبيشتغل في برنامج لمحركات الفضاء عن طريق وكالة ناسا، وحماية الوكالة من الاختراق المخابراتي من بعض الدول وقتها زي روسيا والصين. وكان محمد مرسي وقتها أيضا حصل على بطاقة للإقامة أو بطاقة رقم قومي أمريكي لو صح التعبير، وأقسم يمين الولاء أمام الجهات المعنية بالولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يتم اعتماده لدخول وكالة ناسا. تم منحه تصريح أمني من الفئة ألف A type، ده صرح له أنه يخش معامل الدفع والنفاذ في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. الوثائق اللي قدمت وفضت أحرزها أمام المحكمة بتقول أنه محمد مرسي فتن وشى أبلغ عن العالم المصري الجليل الدكتور عبد القادر حلمي. إلا أنه المحكمة أيضا ونظرا لخطورة المعلومات اللي بتتضمنها وثائق المظروف ألف من المرفق رقم 1، رأت المحكمة إرجاء مطالعته إلى جلسة أخرى. تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية بتقول أن التنظيم الدولي للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخطط إرهابي كان من ضمن بنوده فيما بعد، طبعا بعد رجوع محمد مرسي من الولايات المتحدة الأمريكية. ولو تتذكروا تحديدا من بعد سنة 95 تحديدا، يعني تحالف قيادات الإخوان في مصر مع بعض المنظمات الأجنبية الإرهابية تحديدا، بعضها ميليشيات موجودة في المنطقة وبعضها بصلة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد بتعتنق أفكار تكفيرية متطرفة، مش بالضرورة اللي مع الحرس الثوري وغيرها بالمناسبة. يعني المهم، البتاع اللي في ودني دي وقعت، مش دي المشكلة. أظهرت التحقيقات إيه يا سادة؟ إن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة في سيناء لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق
قطر وتركيا، وزي ما كنت بقول لكم من بعد تقريبا عام 1995. جدير بالذكر ان محمد مرسي تم اعتقاله او القبض عليه وايداعه السجن ان كنتم تتذكروا قبيل ثورة 25 يناير. ليه بقى؟ لانه في الوقت ده اكتشفت المخابرات العامة المصرية ان محمد مرسي هو الرجل الذين كانوا يبحثون عنه باسم مستر بيج، مش مستر بيج، مش السيد خنزير، مستر بيج اي الرجل الضخم او الممتلئ الى اخره، عشان الحق ما كانتش بيج يعني، عشان في ناس بتقول عليه كده، لا كان اسمه مستر بيج. وكانت وقتها او في فتره سابقه عليها المخابرات العامه المصريه قاعده بتدور على عنصر موجود في مصر على علاقه وثيقه بالتنظيم، يظنون انه دخل التنظيم وترقى في قياداته، وكان اسمه الحركي عند الامريكان مستر بيج. قبل ثوره 25 يناير مباشره اصبح اغلب الظن انه مستر بيج او مستر بيج هو محمد مرسي بتاع تنظيم الإخوان، وبالتالي تم إلقاء القبض عليه وإيداعه السجن، واللي هرب منه بعد كده وبغباوته المعهودة اتكلم من التليفون اللي كان موجود معاه عشان يتصل بقناة الجزيرة علنا ويقول لهم أنا هربان هو وإنه في بعض الإخوان هربونا، طبعا المكالمة العبيطة بتاعته حتى آخرها، عشان بس نبقى فاكرين وحتى لا يغيب علينا أو تغيب أو ننسى المعلومات، بما أننا أحيانا كلنا بنتحلى ببعض من ذاكرة السمك.